بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت وقفنا ان احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الكاد، والنهاردة ان شاء الله اول حصة في الريفت. ايه القصة بتاعت الريفت؟ شركة اوتوديسك اتلقت ان الاستخدام بتاع برنامج الاوتوكاد بالنسبة للناس ممل شوية. يعني انت بترسم عمود على انه ريكتانجل، بعد كده بتضيف جواه الايه؟ جواه التهشير، وبعد كده تكتب على العمود ده ان هو عمود، وبعد كده تطبع اللوحه. دي حاجه. عشان تصمم العمود ده انت بتعمل الموديل على برنامج الساب بطريقه تانية خالص. النقطه الثانيه، بعد ما بتخلص ده انت بتعمل حصر بالايه؟ بطريقه ثالثه. يبقى انت بتعمل مره الموديل، بتعمل مره الرسم بتاع اللوح، بتعمل مره حصر للايه؟ حصر للكميات. فراح جت الفكره بتاعت استخدام ريفت استراكشر بيعتمد على حاجه اسمها بيلدينج انفورميشن موديلنج. فكرته ايه؟ فكرته ان هو بيديك الابعاد بتاعت العمود. انت عندك بعدين للعمود، بعد بي في تي، بتروح قايل له البي في تي بيساوي قد كذا، بيروح عامل لك الثلاث حاجات اللي انا قلتهم. عامل لك الاخراج بتاع اللوحه، عامل لك الموديل اللي انت هتصممه، وعامل لك كمان حصر للايه؟ حصر للكميات. يبقى اول حاجه بيعملها بيعمل لك النموذج او الموديل الانشائي اللي انت بتصدره لبرامج الايه؟ لبرامج التصميم زي الساب، زي السيف، زي الاتاب. يعني انت ما بتاخدش وقت هناك على البرامج دي. الحاجه الثانيه اللي بيعملها لك بيعمل لك اخراج للايه؟ اخراج للوح. بيعمل لك لو انت فاكر اللوحه دي، لوحه المحاور والاعمده، قعدت ترسم فيها في الكاد قد ايه؟ واللوحه دي اللي هي لوحه البلان، واللوحه دي اللي هي لوحه الايه؟ لوحه الاواعي. الحاجه الثالثه اللي بيعملها لك اللي هو حصر الكميات. وقلت لك ان هو بيجيب لك بدقه عاليه كمان، مش بس بيقول لك ان انت محتاج حديد قد كذا، لا، بيقول لك انت في الدور قد كذا، في الدور الاولاني مثلا، في سقف الدور الاولاني محتاج حديد قطر كذا، الوزن بتاعه قد كذا. يعني بيفرد لك كمان الحديد بالقطر بالوزن، مش وزن على بعضه. الحاجات اللي احنا هنشتغلها في الريفت، هنعمل موديلنج، ان احنا هنوصف البلاطه والكاميرا والعمود، وهنعمل تسليح بعد ما نعمل الموديلنج ده. مش انا قلت لك الريفت بيعمل النموذج الانشائي اللي احنا بنصدره لبرنامج مثلا زي السيف، زي الاتاب، هنروح مصدرين لبرنامج زي دو. البرنامج ده هيطلع لي مومنت ونورمال وشير. اخد انا القيم دي واحسب على اساسها حديد الايه؟ حديد التسليح. ادخل في الخطوه الثانيه، اروح راجع للريفت الثاني واحط جوه العناصر اللي انا ضفتها تسليح. بعد ما عملت موديلنج وصممت باستخدام برنامج سواء سيف سواء اتاب سواء ساب وعملت تسليح، مش انا عايز اخرج اللوح بتاعتي اللي هو الجزء الثالث اللي هو دوكيومنتيشن، اللي انا هطلع اللوح وهطلع الكميات، واخر حاجه هناخد زي تطبيق على الريفت بس. الجزء بتاع الموديلنج هنعرف حاجه اسمها الجريد اللي هي الاكسات يعني، والليفلز. لو انا عندي مثلا الدور الارضي منسوب فيه، عندك منسوب الصفر، بعدين السقف بتاعه في منسوب 3، بعدين السقف اللي بعده في منسوب 6، بعدين منسوب 9، وهكذا. دي اللي هي الليفلز. وبعد كده الكولمز اللي هي العمدان، الكاميرات، البلاطه، الفاونديشن، البايل، والتكرار. يعني انا هوصف دور واروح مكرره على باقي الايه؟ باقي الادوار، وان انا ادخل حاجه اسمها فاميلي. بعد كده التسليح، هدخل التسليح على الحاجات دي سواء كاميرا او بلاطه او عمود او اساسات. الدوكيومنتيشن عندي حاجه اسمها الانوتيشن، ان انا اعمل كتاب على اللوحه، اقول له مثلا بمجرد بس ما اقف على العمود واروح ضغط عليه هيقول لي العمود ده مثلا اسمه عين واحد، بدل ما انا اقعد ادور العمود ده على الساق كان المكان بتاعه اسمه كذا، واروح انا ما اطلعه من شيت الاكسل وبعد كده ارجع على البرنامج بتاع الكاد لو في حد خد من الساب فانا بتكلم فيه. وبعد كده السكيدول كوانتيز او حصر الكميات، وبعد كده الشيتات ان انا اطلع لوح منه ازاي، وبعد كده اللينك ما بينه وما بين البرامج الثانيه. الحاجات اللي انا هتكلم فيها اللي هي اللي بالاحمر دي النهارده.
اللي انا هتكلم فيها اللي هي اللون الاحمر دي. هكلمك عن واجهه البرنامج والجريد والليفل والقلم والبيم والسلاب والتكرار. المره الجايه ان شاء الله هخلص الفاونديشن والبايل والفاميلي انزلت اللي هو الجزء بتاع الموديلنج. ده كده مقدمه عن اللي هنعمله في الريفت. اول ما هتفتح برنامج الريفت يفضل بالنسبه لي نسخه 2014 16 17، ابعد عن 15 شويه. 14 16 17. اول ما هتفتح البرنامج هتلاقي الواجهه اللي قدامك دي. هتلاقي جواها حاجه اسمها بروجكت. هتلاقي عندك حاجه اسمها فاميلي. وفاكرين التمبلت اللي كنت عملتها في الكاد؟ في حاجات هنا عندك لينكات ظاهره كده، دي اللي هي التمبلت. انا عملت انا على التمبلت بشتغل بيها واروح مثبتها على برنامج الريفت. نفس الفكره بالظبط بتاعت الكاد. اول مره هتفتح البرنامج مش هتلاقي الاوبن ونيو، مش هتلاقي الثلاثه دول. اضيفهم ازاي؟ في عندك حاجه اسمها المكتبه. انت متسطب البرنامج المفروض بيبقى النت شغال، فهو بينزل المكتبه من عليه. لو النت مش شغال هينزل لك مكتبه تقريبا فاضيه. فهديك انا الملف بتاع المكتبه، هحط المكان بتاع الملف بتاع المكتبه فين؟ هتفتح ماي كمبيوتر على اللوكال ديسك سي، هتلاقي عندك فيه ملف مخفي. هتلاقي فيه ملف مخفي وان فيو، واقول له الاوبشنز وخلي الملفات اللي عندي كلها ايه، اشيل كل العلامات اللي على هايد دي واقول له اوكي. هيظهر لك ملف مخفي اسمه بروجرام داتا. اول ما هتفتح مش هتلاقي الملف ده موجود عندك. بروجرام داتا، اروح فاتح اوتو ديسك، وجوه اوتو ديسك هتلاقي فيه ملف اسمه ار في تي 2016. دي المكتبه اللي نازله مع البرنامج، هتلاقي حجمها قليل. تروح ناسخ المكتبه بتاعتك وعامل ريبليس للمكتبه دي. فانت هتنسخ المكتبه اللي معاك جامد على الجهاز وتروح حاططها مكان مين؟ مكان المكتبه دي. طيب افرض انا شغال مثلا على مكتبه 2015 وجيت سطبت برنامج 2016، يعني انا معايا المكتبه دي، اغير الاسم بتاعها خليها ار في تي 2000 وايه 2016 واحطها مكان مين؟ مكان المكتبه دي. اول ما هتحط المكتبه دي في مكانها هتلاقي اللينكين دول ظهروا. هتلاقي اللينكين دول ظهروا. انا عايز اضيف انا التمبلت بتاعتي. اضيف التمبلت منين؟ من قائمه فايل جوه اوبشنز. في عندك حاجه اسمها الفايل لوكيشن. لو تلاحظ هتلاقي الثلاثه دول هم الثلاثه دول. الثلاثه اللي انا محددهم هنا دول هم الثلاثه دول. فاروح محدد اقول له زائد وادور على المكان بتاع التمبلت اللي انا مستخدمها واقول له ايه؟ واقول له اوكي واروح مدخلها. هيدخل لك هنا في وسط الجماعه دول، يقوم ظاهر لك على الايه؟ ظاهر لك على واجهه البرنامج. يبقى انا اول مره هشغل البرنامج هعمل حاجتين. هروح مدخل المكتبه في مكانها على البروجرام داتا. تاني حاجه عايز اظهر التمبلت بتاعت اللي انا شغال عليها في الحته دي، يبقى من فايل واوبشنز وجوه الفايل لوكيشنز، واروح اضيف مين؟ واضيف المكان بتاع التمبلت اللي انا بستخدمه. ده بالنسبه للتمبلت. طب بالنسبه ايه موضوع البروجكت ده؟ ده المشروع اللي انت هتبداه. انت هتبدا معماري ولا هتبدا انشائي ولا هتبدا حاجه اسمها سيستم؟ ده خاص بالجماعه بتوع التكييف وال بتوع ميكانيكا. انا هشتغل انشائي سامبل ستراكشر بروجكت. الحاجه الثالثه الفاميلي. مش انا قلت لك هيبقى متوصف عندك في البرنامج عمدان جاهزه، هيبقى متوصف بلاطات جاهزه، هيبقى متوصف كاميرات جاهزه. عارف البلوكات بتاعت الكاد؟ هي نفس الفكره، بس الفرق ما بين دي ودي ان انت هنا مثلا العمود عندك 30 في 60، هنا مرونه شويه، انا خلي انا الابعاد بتاع العمود زي ما انا عايز. الفكره ان هو موصف لك حاجات جاهزه انت هتستخدمها، مش هتبدا من الايه؟ من الصفر. دي بنسميها الفاميليز. ابدا مشروع ازاي؟ يبقى بروجكت واروح فاتح التمبلت اللي انا شغال عليه وليكن التمبلت دي.
فتحت البرنامج، فتحت التمبلت اللي انا شغال عليها اللي هي بتاعت ستراكشر، التمبلت اللي انا مخصصها ليا اللي هي بتاعت ستراكشر. هتلاقي عندك فوق حاجه اسمها ريبونز، حاجه اسمها ريبونز، وجوه الريبونز دي حاجه اسمها بانل. يعني جوه كل قائمه من دول هتلاقي في عندك حاجات للايه، عندك هنا حاجه اسمها ستراكشر، عندك هنا حاجه اسمها فاونديشن، عندك هنا حاجه اسمها تسليح، عندك هنا حاجه اسمها موديل، عندك هنا اوبننج ديتم وهكذا. انا شغلي كله على مين؟ على ستراكشر، لا ليا دعوه بالارشيتكشر ولا مين ولا السيستم. انزرت دي احتاجها مثلا لما اكون عايز اربط ما بينه وبين الكاد مثلا. والانوتيت نفس الفكره بتاعت الكاد اللي هي الايه، عاوز اكتب على اكتب على اللوحه، عايز احط دايمنشن، عايز احط مكان المناسيب، عايز اعمل تهشير، عايز اضيف خطوط على اللوحه، الفيو عايز اخد قطاع، عايز ال 3 دي، عايز اعمل حاجه اسمها كول اوت. عارفين حاجه كول اوت معناها ايه؟ يعني انا مثلا معايا لوحه، اللوحه دي انا عاملها بسكيل 1 ل 100، بس في تفصيله مثلا في الجنب كده بتاع اللوحه عايز اعملها بسكيل 1 ل 10، اروح معلم عليها كده بالكول اوت دي واروح مطلعها لك وكبر لك السكيل بتاعها شويه. دي اللي اسمها كول اوت. وقائمه مانج وادنز واكستنشن. خليني على قائمه مانج الاول. انا بدات فتحت البرنامج، عايز اظبط اليونت، عايز اظبط الماتيريال، عايز اظبط اليونت، عايز اظبط الماتيريال اللي انا هشتغل عليه. الاختصار، اي اختصار هقوله مفيش بعده مسطره، مش زي الكاد. يعني لو قلت لك مانج هتلاقي عندك حاجه اسمها البروجكت ايه؟ بروجكت يونتس. الاختصار بتاعها هتلاقيه كاتبه لك بين قوسين اللي هو يو ان. يو ان دي من غير مسطره. اكتب يو ان هيقوم فاتح لك اليونت على طول من غير مسطره. هتظبط ايه في اليونت؟ اللينس بس، انا مش عايز اللينس بالملي، انا عايز اللينس بالايه؟ بالمتر. وعايز سيمبل بعده، انا عايز رمز رمز بعده بالمتر. بقول له اوكي. بعد كده الماتيريال. في مواد كتير ما تلزمنيش، انا عايز الخرسانه. هتلاقي عندك كونكريت كاستن سيتيو وكونكريت وكونكريت سي 10 20 25 و30 وهكذا. خلينا مثلا على كونكريت 30 دي. كونكريت الاف سي يو بتاعتها 30. هيقول لك الشيدنج والسيرفيس باترن والكات باترن. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ يبقى انا جوه القايمه بتاعت الجرافيكس اللي جوه الماتيريال. في عندك شيدنج، ده اللي هيظهر معايا لو انا مثلا ظهر الماده دي في ال 3 دي. هتبان معايا باللون ده اللي هو لون الخرسانه. السيرفيس باترن، لو الماده دي باينه معايا في بلان، انت عايز تديها سيرفيس باترن؟ لا، هي احنا بنهشر خرسانه في البلان ولا حاجه؟ ما بنهشرهاش الا لما تكون في ايه؟ في قطاع اللي هو القط ايه؟ قط باترن. هل التهشير اللي عندي ده ينفع؟ ده تهشير خرسانه ايه؟ خرسانه عاديه، انا عايز تهشير خرسانه مسلحه، اروح معلم على واقف على ده، هيقوم ظاهر لك التهشيرات بتاعت الخرسانه. وليكن ده. واقول له اوكي. وعايز اديها مثلا لون تاني، عايز اديها لون ازرق مثلا. واقول له اوكي. يبقى انا ظبطت اليونت وظبطت الجرافيكس بتاع الايه؟ الجرافيكس بتاع الماتيريال. بداية المشروع بالنسبة لي بحاجة اسمها ديتم اللي هي الجريدز والليفلز. قلت لك الجريد ده اللي هو الديتم بتاعي في البلان اللي هم الاكسات يعني. طب ليه الليفل مش متنشط معايا؟ مش الليفل ده اللي هو المناسيب بتاع المبنى؟ هل المناسيب دي تظهر معاك في البلان؟ لازم اكون واقف في ايه؟ في اليفيشن، صح؟ تعالى كده على حاجه زي الاس تي دي كده، وقفت هنا كده في ايه؟ في اليفيشن، هتلاقي اوتوماتيك ناحيه الليفلز ايه؟ متنشطه معاك. لو اتنقلت على بلان هتلاقي الليفلز ايه؟ بتختفي معاك. حياتك في برنامج الريفت اللي هما الاثنين دول، البروبرتيز والبروجكت ايه؟ براوزر. بروبرتيز والبروجكت براوزر. بروبرتيز اللي هم خصائص الحاجه اللي انت بترسمها. البروجكت براوزر اللي هو اللي ينقلك، انا عايز اتنقل ما بين ليفل، لا انا عايز ال 3 دي، لا انا عايز ايست ويست اللي هو الاليفيشنات، عايز سيكشن،
ده اللي هو الايه، زي المتصفح بتاعك جوه البرنامج. افرض انا جيت بالغلط ورحت قافل واحد من دول، اصغره تاني ازاي؟ من جوه قائمه فيو يوزر انترفيس، واروح اعلم على مين؟ على البروبرتيز، واتاكد ان البروجكت براوزر بتعلم عليه. دول حياتك وانت شغال جوه برنامج الريموت. عايز ابدا رسم، بدات رحت قايل له جريد او الاختصار بتاعها جي ار، اضغط على جريد كده، رسمت اول اكس، هتلاقيه رسم لك اول اكس ومرقمه لك وعامل لك الخط بتاعه متقطع ولونه احمر. الاكس اللي بعده، انا لو وقفت على البدايه دي، انا عايز الاكس اللي بعده مثلا على بعد 3 متر، اكتب 3، راح لقيت لك الاكس الثاني على بعد قد ايه؟ على بعد 3. انا عايز اعمل مثلا باوفست، فانت عندك هنا حاجه اسمها اوفست، يبقى الاكس اللي بعده مثلا على بعد كام؟ 5 متر، واروح ضاغط على البيك، لو وقفت هنا هيجيب لك الاوفست فوق، لو وقفت تحت هنا هيجيب لك الاوفست ايه؟ تحت، لو وقفت هنا هيجيب لك الاوفست تحت. لو تلاحظ كل ما بترسم اكس هو بيرقمه اوتوماتيك. جيت خلصت الاكسات انا الافقيه، عايز ارسم الاكسات الراسيه. اقول له الاختصار بتاع الاكسات اسمه ايه؟ جي ار، او من استراكشر داتم جريد. رسمت اول اكس، طبيعي ان هو هيدي اول اكس ده يمين رقم 5. هل الاكسات الراسيه دي بتتسمى تكمله على الارقام ولا بتسمى حروف؟ حروف. روح ضغط، اطلع من الامر واضغط على ضغطتين، سميه ايه؟ تعال نشوف كده البرنامج هيعمل ايه. اقول له جي ار تاني، كمل لك على الايه؟ على اخر تسميه انت سميتها. ست. ده كده الجريدات. لو قلت جي ار تاني وعايز مثلا اعمل اكس مايل كده، ده الجريدات. تاني حاجه عايز اوصفها، عايز اوصف الليفلات. طالما هتوصف ليفل يبقى لازم تقف في مين؟ في اليفيشن. عندي الاليفيشنات دي، بص، ايست، نورث، ويست، وايه؟ وساوس. اي اليفيشن منهم يعجبك، مش فارق معايا في حاجه، خليني على الايست مثلا. هتلاقي الجريدات اللي انت وصفتها ظهرت معاك كمان في الاليفيشن. عايز اشدهم لفوق، تروح ضغط على النقطه دي وشددها لفوق. طيب ايه لازمه القفل ده وايه علامه الصح دي؟ لازمه القفل ان هو رابط لك كل الجريدات مع بعضها، يعني لو شديت واحد هيشد لك الباقي زي ما انا عملت كده. لو فتحت القفل كل جريد هيتحرك لوحده. طب علامه الصح اللي هي الكتابه دي، انت عايز كتابه على الجريد ولا مش عايز؟ علامه الكسره دي لازمتها ايه؟ ساعات الجريدات بتكون قريبه قوي من بعضها فتلاقيها تداخلت في بعضها، فبيروح عامل لها كسره كده، يروح ساحب الجريد بعيد عن الايه؟ بعيد عن الجريد الثاني، مع الحفاظ على الجريد في مكانه. طيب انا عايز اضيف ليفلات بنفس المبدا اللي انا ضفت بيه الجريدات، هضيف ليفلات من استراكشر جوه البانل اللي اسمها ديتم، وعلى مين؟ على ليفل، او الاختصار بتاعي ال ال، ومن غير ماستر. لو انا عايز اضيف، مش الليفلات تقريبا الاوفست بيبقى ثابت 3 متر 3 متر، خليها مثلا باوفست 3، واقول له بيك ايه؟ بيك لاين، واروح واقف على الجريد ده وده 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 وهكذا. ضفت الايه؟ ضفت المناسيب. اقف في البلان تاني. عايز ابدا رسم اللوحه، عايز ابدا برسم العمدان. لو انا قلت لك ده منسوب الفاونديشن اللي هو ليفل واحد ده، وده منسوب الدور الارضي اللي هو منسوب 3 متر. لو انا عايز ارسم العمدان بتاعه الدور الارضي،
ايه ده اليفيشن، ده كده اليفيشن، جاب الليفلات وجاب الاكسات اللي باينه في الاليفيشن ده. لو انا عايز ارسم عمدان الدور الارضي، ده منسوب سقف الدور الايه؟ سقف الدور الارضي. لو انا عايز ارسم العمدان بتاع الدور الارضي وانا واقف في المنسوب ده، هل وانا برسم اقول له العمدان دي طالعه لفوق ولا نازله لتحت؟ نازله لتحت، ده عمدان الدور الارضي وانا واقف في سقف الدور الارضي، يبقى العمدان لتحت. لو انا واقف على المنسوب ليفل واحد ده اللي هو منسوب الايه؟ منسوب الاساسات، اقول له العمدان طالعه لايه؟ طالعه لفوق. يبقى لو انت واقف على ليفل واحد او ليفل اتنين، يبقى انت كده هترسم العمدان لتحت. طيب انا عايز ارسم عمدان، يبقى على طول على قائمه استراكشر جوه البانل اللي اسمها استراكشر، واختار ايه؟ قلم او الاختصار سي ال، اختصار سي ال. جوه البروبرتيز هتلاقيه اختار لك عمود ستيل، انا مش عايز عمدان ستيل، انا عايز عمود خرسان. هتلاقي عندك 300 في 450، 450 في 600، 600 في 700 وايه؟ في 750. وليكن انا هختار العمود ده. انا مش عايز الابعاد دي، انا عايز مثلا عمود 30 في 50. اقول له ايديت تايب. اول ما تخش جوه القائمه دي على طول دوبليكيت. ليه؟ عشان اسيب العمود ال 300 في 450 ده على جنب واعمل انا عمود جديد من دوبليكيت. عايز العمود ده تسميه مثلا سي 1 ابعاده 300 في كام؟ و500. ابعاده العرض بكام؟ ب 3 من 10، والاتش بكام؟ بنص. واقول له اوكي. طيب اقول له ايه الطيب تاني، لو عايز اضيف عمود كمان واقول له دوبليكيت، سميه مثلا ايه؟ سي 2 300 في 700 مثلا، واقول له اوكي. العمود ده هيبقى بس الفرق ان العرض ده بكام؟ ب 7 من 10. لو انت ما ظبطتش اليونت في الاول هتلاقي الرقم ده 3000، لانه شغال بالملي. انما انا ظبطت اليونت فالوحده عندي شغاله بالمتر، واقول له اوكي. يبقى انا كده ضفت عمودين. عايز ارسم بالعمود اللي اسمه سي 1. جبت سي 1، هتلاقي عندك حاجه هنا اسمها ديبس او هايت. عرفت انا الفرق ما بينهم؟ ديبس لو انا نازل للايه؟ للليفل اللي تحتي، هايت لو انا هطلع للليفل اللي فوقي. انا واقف في انهي ليفل؟ بص كده على طول على البروجكت براوزر، انا واقف فين؟ في ليفل 2، يبقى العمود ده نازل لايه؟ نازل لتحت، يبقى انا هختار ديبس. ديبس لغايه فين؟ لغايه ليفل ايه؟ ليفل 1. يبقى العمود ده هيرسمه لك عمود جايب من ليفل 1 لليفل 2. انت عارف الضغطه اللي انت ضغطتها دي عمل ثلاث حاجات. عمل لك الاناليتيكال موديل اللي هيتصدر للبرنامج، عمل لك مش دي اللي ممكن تطلع منها لوحه، عمل لك حصر للكميات. يعني لو عايز اطلع كميه الخرسانه بتاع العمود ده هعرف اطلعها. طيب العمود ده عايز احط عمود هنا مثلا. طيب العمود ده انا عايز اغير الضرب بتاعه، يعني العمود ده افقي مسطره. العمود ده عايز اغير الضرب بتاعه مسطره. العمود ده شايف الاكس ده؟ اول ما هتضغط مسطره هيلقط لك موازي ليه وعمود عليه كمان. يبقى بيلقط لك موازي وعمود على كل الاكسات اللي عندك، تضغط على مسطره لغايه لما تظبط العمود على الاتجاه اللي انت عايزه. العمود ده كده مثلا، هتلاقي عندك حاجه اسمها، انا كده خلاص رسمت بالعمود اللي اسمه 300 في 500. لو قلت قلم تاني او سي ال من لوحه المفاتيح واخترت عمود 300 في كام؟ في 700. انا عندي العمود بيتكرر على كل الاكسات دي، كل التقاطعات دي. في عندك اختيار اسمه ات جريد. اول ما تختار اي امر بتلاقي موديفاي وبليست بتظهر معاك. ات جريد، ايه ات جريد دي؟ علم على ات جريد كده واختار كل الاكسات، هيقوم حاطط لك عمدان على كل الايه؟ كل التقاطعات. وبعد ما تخلص قول له فينش. تمام؟ اعلم على ده مثلا، وده وده، عايز اغير اتجاه مسطره. لو اي عمود عايز تغير اتجاهه بعد ما رسمته تروح معلم عليه
وتضغط ايه؟ وتضغط مسطره. تمام؟ طب انا عايز اجيب ال 3 دي، اعرف ازاي؟ عايز اعرف انا رسمت ايه؟ هتلاقي اول مره هتجيب ال 3 دي فيها هتجيبه من فوق من هنا، اللي هي رسمه البيت دي. ديفولت 3 دي. ايه رسم لك الايه؟ رسم لك العمدان. انا مش عايز الاناليتيكال موديل، وعايز شكلهم زي الحقيقي. خلي الفيو هنا هتخليه ايه؟ رياليستيك. يبقى دي العمدان اللي انت ايه؟ اللي انت رسمتها. لو ضغطت على البكره بتاعت الماوس، ضغطت على البكره بتاعت الماوس هيحرك لك اللوحه كانك ماسكها وبتحركها. طب انا عايز الف حوالين اللوحه، اضغط شيفت مع البكره، شيفت مع البكره بتاعت الماوس. برضو عايز اشوف الشكل بتاع الكلام ده في الاناليتيكال موديل اللي هيتصدر للسيف مثلا. تروح جوه على طول على مين؟ بروجكت براوزر، جوه ال 3 دي فيو على الاناليتيكال ايه؟ موديل. يبقى هيصدر لك الحاجات دي. دي العمدان اللي هتصدر لبرنامج زي برنامج السيف. تمام؟ عايز الاليفيشن. الليفل 2 مثلا، هات لي الاليفيشن، هات لي الويست ده. هتلاقي عندك العمدان اترسمت منين؟ العمدان اترسمت من ليفل 1 لليفل كام؟ لليفل 2. ده انت اللي قلت له كده وانت بترسم. لو كنت عاملها هايت كان هيطلع لك للايه؟ ليفل اللي فوق. ترجع لليفل 2 تاني. انا كده رسمت الايه؟ رسمت العمدان. يبقى انا ظبطت اليونت. بعد ما ظبطت اليونت ظبطت الماتيريال اللي انا شغال بيها. بعد ما ظبطت الماتيريال رسمت الجريدات. بعد الجريدات المفروض ارسم الليفلز. عشان ارسم الليفلز لازم اكون واقف الاول في اي اليفيشن. قلت لك حياتك في برنامج اللي هم البروجكت براوزر ومين؟ والبروبرتيز. فرحت على البروجكت براوزر ورحت فاتح اي اليفيشن من دول. اي اليفيشن من الاربعه دول. ورحت ضايف الايه؟ الليفلات. بعد ما ضفت الليفلات والجريدات واليونت والماتيريال رحت داخل موصف العمدان. وخلي بالي وانا بوصف العمدان ان كان انا واقف في منسوب السقف يبقى العمود هعمله ديبس، لو انا واقف في منسوب الفاونديشن يبقى العمود هعمله هايت. انا كده وصفت العمدان. اتنقل على الحاجه الثانيه اللي هي الايه؟ الكاميرات. الكاميرات بنفس المب من ستراكشر، نفس القايمه بتاعت ستراكشر وبيم. ستراكشر وبيم او الاختصار بتاعها بي ام. الاختصار بتاعها بي ام. ضغطت على بيم. انت لو عملت اللي انت عملته في العمود ده مره، نفس اللي انت هتعمله بيتكرر معاك كل ما انت شغال. هتروح داخل برضه على بروبرتيز واديت تايب ودوبليكيت وتغير القطاع، وبعد كده هتخش على المودفاي وبليس وتحط المكان بتاع الكاميرا. نفس الكلام بتاع العمود بالظبط. روح على الكاميرا برضه هتلاقيه واقف لك على كاميرا ستيل. انا عايز كاميرا خرسانة. هتلاقيه برضه موصف لك كاميرتين. اقول له ايديت تايب. طالما دخلت جوه القايمه دي على طول تجري على مين؟ دوبليكيت، عشان ما تبوظش المكتبه. ليه بقول لك تجري على دوبليكيت؟ ممكن انت تسيب دي 300 في 600 وتيجي جواها وتعدل انت الابعاد، تخلي دي مثلا 12 في كام؟ في 70 مثلا، اللي هي الكاميرا اللي احنا بنستخدمها، وتقول له اوكي. يبقى انت بترسم بكاميرا مفكر ان ابعادها 300 في ايه؟ في 600، بس هي في الحقيقه 12 في 70. يبقى الرقم الاسم اللي فوق ده ما هو الا اسم. تمام؟ انت تروح على ايديت تايب وتقول له دوبليكيت وتخليها بيم 1 12 في 70. بقول له اوكي. الكاميرا دي عرضها بكام؟ ب 12. وارتفاعها بكام؟ 7 من 10. بقول له اوكي. بتروح على طول على موديفاي وبليس. لو جيت رسمت اول كاميرا، برسم الكاميرا من سنتر ده لحد سنتر العمود ده مثلا،
وانت بتعمل ايه لما بتعمل حاجه زي كده على الكاد؟ بترسمها وبعد كده تفجر وتعمل ترم للايه؟ الحاجات اللي جوه. لا خلي بالك، راح موقف لك الكاميرا على فين؟ على وش العمود. فاهم ان الكاميرا اخرها على وش الايه؟ على وش العمود. روح جايبين كاميرا من هنا لحد هنا، نفس الكلام بنفس المبدأ. في عندي حاجة اسمها ايه؟ اون جريد. لو انا عارف ان الكاميرات عندي على الاجساد دي كلها، خلصت روح ضغط على العلامة الصح دي، راح ضايف لك كاميرات وهيشيل لك التقاطعات اللي مع العمدان دي. تعالى كده على ال 3 دي والاناليتيكال موديل. ال 3 دي عايز اشوف انا دوست ايه، والاناليتيكال موديل عارف عايز اعرف انا هصدر ايه للبرنامج بتاع التحليل الانشائي. ال 3 دي انت ضفت المنظر اللي قدامك ده، ما خلاص هي اللي بتجيبها من فوق اول مره، بس ضفت المنظر اللي قدامك ده، كاميرات على كل العمدان. ولو عايز الاناليتيكال موديل انت هتصدر ده. روح تاني على ليفل 2، وخلي بالك انت ده كله بترسم في ليفل 2 اللي هو الدور الايه؟ الدور الارضي. ده كده رسم كاميرا. طيب لو انا عندي كاميرا مثلا، مش ساعات بتبقى الكاميرا ما هياش في منسوب الدور، يبقى الارتفاع بتاع العمود مثلا 5 متر، ويروح جاي لك حاطط لك كاميرا على ارتفاع 3 متر عشان تقلل الدور الباطني بتاع العمود. يبقى انا عايز اعمل اوفست للكاميرا دي مترين لتحت، وتروح جوه البروبرتيز هتلاقي عندك في حاجه اسمها واي جاستيفيكيشن، يعني الترحيل في اتجاه واي. انا مش عايز ارحلها في اتجاه واي، انا عايز ارحلها في اتجاه مين؟ زد. انا عايز ارحلها في اتجاه زد مسافه قد ايه؟ سالب متر مثلا. اقول له والله يبقى الكاميرا اللي هيرسمها لك دي ساقطه تحت منسوب الدور متر. انا عندي كاميرا من هنا لحد هنا. تعالى كده في 3 دي تبان معايا في 3 دي او اليفيشن. رسم لك الكاميرا فين؟ ساقطة عن منسوب الدور المتر اللي انت حددته. عايز ارجعها تاني، عايز ارجعها تاني لمكانها. انا رسمتها بالغلط، عملت جاستيفيكيشن بالغلط، تروح تضغط عليها وتروح هنا عند الجاستيفيكيشن وتخليها بايه؟ راح مرجع لك الكاميرا لايه؟ الكاميرا لمكانها. ده رسم العمدان ورسم الايه؟ ورسم الكاميرات. السقف، لو عايز ارسم سقف برضه من جوه قائمه مين؟ ستراكشر، جوه البانل اللي اسمها ستراكشر وفلور. على طول جاب لك بلاطه ارتفاعها 300، اعمل ايه؟ ايديت تايب دبل كي، تغير الابعاد. ايديت تايب اقول له دبل كي، خليها مثلا سوليد سلاب 12 سم. كل ده مسمى، انا ما عدلتش في الخصائص بتاعتها، واقول له اوكي واقول له ايديت تايب. خلي بالك هنا الابعاد مش ظاهره بره، هتروح ضغط جوه قائمه الاستراكشر دي هتعمل له ايديت. انت عايز السمك بتاعها بقد ايه؟ ب 12 من 100. والماتيريال لو انت عايز تضيف الماتيريال، يعني خليها السي 30 اللي انا موصفها في الاول خالص لو تفتكر، خليها السي 30 واقول له ايه؟ واقول له اوكي، واقول له اوكي. عايز ارسم بلاطه، هتروح لو عايز ترسمها بخطوط عندك مستطيل، عندك شكل خماسي، عندك دايره، عندك كيرفات بكل اشكالها، عندك لو انت هتعملها بيك. امتى استخدم بيك دي؟ لو انا جايب مثلا بلان معماري من الاوتوكاد والحدود بتاعته فيها دورانات كتير، هل اقعد امشي عليها بالكيرفات؟ لا، انت هتروح ضغط على بيك دي هيروح ظابط لك على الكيرف بتاع الاوتوكاد بالظبط. خلينا مثلا برسم بلاين، رسمت من هنا بلاطه لحد البلاطه،
لحد هنا لحد هنا وكده. عايز اقلب على كيرف، عايز اقلب على لاين تاني، نفس الفكره بتاعت البولي لاين اللي في الايه؟ اللي في الكاد. انا كده رسمت الحدود، رسمت الحدود الخارجيه بتاعت البلاطه. افرض انا عندي فتحه، افرض في فتحه جوه البلاطه دي، تاني مربع هترسمه جوه البلاطه دي هيعتبره فتحه، يعني ده سوليد ده فتحه. طيب افرض انا كمان رسمت واحد هنا، يبقى ده سوليد، واحد تاني فتحه، يبقى هو يبدا بسوليد. يعني هو انت رسمت الحدود الخارجيه، الحدود الخارجيه دي بيعتبرها سوليد، اول مربع ترسمه جوه الحدود الخارجيه دي بيعتبره فتحه، يعني الحته اللي جوه دي هيعملها فتحه، تاني مربع هترسمه جوه بيعتبره سوليد، يعني ده سوليد، دي فتحه دي سوليد. انا مش عايز الحركه، انا عايز بس الايه؟ عايز الفتحه دي بس. يبقى كده هيرسم لك بلاطه على الحدود دي بفتحه في الحته دي. اقول له هات 3 دي كده، عمل لك القمر والعمود والفتحه في المكان اللي انت حددته. طيب الاناليتيكال موديل تهبيط، بص كده الاناليتيكال موديل ده، الاناليتيكال موديل اللي هيتصدر لبرنامج الساب. لو في حد منكم اشتغل ساب هيعرف ده بياخد وقت قد ايه عشان يتعمل. خلينا على ليفل 2، انا عايز مثلا ارسم بلاطه متهبطه في الحته دي، اروح فاتح بس انا عايز اغير الابعاد الحته دي كده، خلي الفتحه، شيل الفتحه دي مثلا واضيف فتحه على الجزء ده الباكيه كلها عشان اعملها بلاطه متهبطه زي بلاطه حمام او مطبخ مثلا. واقول له صح، يبقى انا كده خلاص قفلت البلاطه دي ستراكشر وفلور. وانزل الهايت اوفست، انت عايز تهبطها قد ايه؟ بسالب 1 من 10 مثلا، يبقى انا ههبط البلاطه دي 10 سم تحت مين؟ تحت الليفل ده. واقول له ابلاي وارسم الايه؟ وارسم بلاطه، مش دي كانت الباكيه؟ على الباكيه دي. هات 3 دي كده. هبط لك البلاطه قد ايه؟ هبط لك البلاطه القيمه اللي انت طلبتها منه ان هو يهبطها. ده كده رسم السوليد سلاب. طيب هل الفلات سلاب هيختلف في حاجه؟ فلات سلاب مش هيختلف في حاجه، مفيش كمرات، بس اسهل من ده. هتروح راسم بس البلاطه على طول، ترسم العمدان وبعدين ترسم الايه؟ ترسم البلاطه. طيب لو انا على ليفل 2، ايه رايك في موضوع البانلد بيم؟ بانلد بيم عشان ترسم كمرات في الاتجاه ده والاتجاه ده على الكاد مثلا هتاخد منك وقت كتير، صح؟ في عندك حاجة هنا اسمها البيم سيستم. بيم سيستم بيم سيستم دي بيرسم لك كاميرات بمسافات أنت اللي بتحددها له. مجرد ما تقف على الخط ده، مجرد ما تقف على الخط ده هيروح راسم لك الكاميرات اللي في جوه الباكية دي، وأجي راسم لك هنا مثلا 3 كاميرات. طب أنا عايز أعمل كاميرات كمان أفقية. 3 كاميرات انت محدد ان انت المسافه، يعني عايز احدد انا المسافه بعد كده هحددها، انا برسم بس مبدئي كده. لو انا عايز ارسم مثلا كاميرات افقيه كمان اروح واقف على كاميرا ايه؟
جوه جنب كاميرا من الكاميرات الافقيه. راح راسم لك البانل بيم. البيم سيستم ده انا عايز اعدل المسافات ما بينه. في عندك امر مهم جدا هستخدمه كتير اسمه فلتر. اسمه فلتر. يعني انا اخترت هنا كذا حاجه مع بعض. اخترت كاميرات واخترت بيم سيستم. انت عايز البيم سيستم ولا عايز الكاميرات؟ يعني الاختيار ده معناه ايه؟ معناه ان انت اخترت ثلاث كاميرات. ستراكشر فريمنج اخترت ثلاث كاميرات. وبيم سيستم واحد اللي هو اللي مربط الكاميرات دي مع بعضها. انت عايز الكاميرات ذات نفسها ولا عايز التربيط ما بين الكاميرات؟ انا عايز التربيط اللي هو البيم ايه؟ بيم سيستم. واروح شايل علامه الصح اللي قدام ستراكشر فريمنج دي واقول له اوكي. يبقى هو كده اختار لك مين؟ البيم سيستم بس. المسافه دي عايز اخلي المسافه دي مثلا متر. خلي المسافه دي متر. هروح اظبط لك المسافه على بعد متر. تعال نعملها مثلا على الكاميرات اللي في الاتجاه الافقي. انا اخترت كده ايه؟ انا اخترت كده اي اختيار. وقلت له فلتر. انت عايز تعدل المسافات بتاع الكاميرات ولا عايز تعدل في خصائص الكاميرا نفسها؟ عايز اعدل المسافات اللي ما بين الكاميرات. يبقى انا مش عايز الا البيم ايه؟ الا البيم سيستم. بقول له اوكي. يبقى هو كده هيسيب لك من الاختيار اللي انت اخترته الكاميرات ويركز لك بس على البيم سيستم. عشان اروح ضاغط له هنا البعد واخليه بايه؟ بالمتر اللي انا عايزه. لان هي المسافه بين الكاميرا والثانيه. فانت هتبدا لو انت هترسم مثلا بدل دي بيم ما يهمنيش البعد في الاول، ارسم اي بعد، بعد كده اختار البيم سيستم واكتب البعد اللي انت عايزه. طيب تعالى على الباكيه اللي جنبها. خلاص نفس المبدا بقى، استراكشر بيم ايه؟ بيم سيستم. عايز كاميرات في الاتجاه الراسي اهي، عايز كاميرات في الاتجاه الافقي اهي. وبي ملاش لازمه. وهنا اهي. وهنا في الاتجاه ده كده. وممكن برضو تروح مختار نفس الكلام البيم سيستم وتعدل الايه؟ المسافه. او لو انت عايز تعملها وانت بترسم تروح كاتب هنا المسافه بايه؟ واحد. تروح راسم مختار نفس الكلام البيم سيستم وتعدل الايه؟ المسافه. او لو انت عايز تعملها وانت بترسم تروح كاتب هنا المسافه بايه؟ واحد. تروح راسم لك الكاميرات على طول على مسافه الواحد متر. ده كده لو بانل دي بيم. طب انا عايز اشوف اللي انا عملته في 3 دي مثلا. اروح على 3 دي. هذا البانل دي بيم اللي انت كنت بترسمها على الايه؟ اللي انت كنت بترسمها في الكاد. وكمان عشان الدبس بتاع الكاميرات واحد راح شايل لك خطوط الايه؟ خطوط التقاطعات. وهنعرف ازاي نطلع اللوح من الحاجات دي. ده كده لو انا واقف على ليفل 2 رسمت كاميرات، رسمت عمدان، رسمت بلاطه سوليد، رسمت بلاطه لو كانت بانل دي بيم او فلات سلاب. طيب لو بلاطه هولو بلوك سلاب. بلاطه هولو بلوك سلاب. انا مش عايز ده كله. ارسم بس باكيه صغيره. قول له جريد تاني كده جي ار وارسم بس اربع اكسات. خلي بالك لو انت مسحت اكسات وجيت تكمل هيروح مكمل لك على الاكسات اللي انت مسحتها. ما بيبداش الاول تاني. فعشان كده لو عايز تغير تروح مغير التسميه وايه؟ وتكمل بعدها. لو انا هرسم هولو بلوك. نحط عمدان قلم واقول له مثلا اد جريد واروح معلم على الايه؟ على الجريدات دي وفينش. وبعدين احط كاميرات على هوم جريد واعلم على الجريدات. الهولو بلوك سلاب
مش بيبقى عندك جنب الكاميرا في حاجه اسمها سوليد بارت، وبعد السوليد بارت في الاعصاب، وفوق الاعصاب دي بلاطه 5 سم. خليك بس معايا الاول، خليك معايا. البلاطه الهولو بلوك بيبقى عندك حاجه اسمها سوليد بارت، وبعد السوليد بارت، السوليد بارت هو اسمه كبير 25 سم مثلا، بعد السوليد بارت بيبقى فيه بلاطه 5 سم، وتحتها ايه؟ وتحتها الاعصاب. ابدا الاول ارسم السوليد بارت، يبقى على طول فلور، يبقى ستراكشر، ستراكشر فلور، واقول له اديت تايب ودبليكيت وسميه سوليد بارت، واقول له اوكي، وكبر السمك بتاعه من اديت، وخلي السمك بتاعه 0.25 25 سم، واقول له اوكي. ارسم ريكتانجل على الحدود الخارجيه، طب انت عايز السوليد بارت الاوفست بتاعه قد ايه من الحته دي؟ يعني انت عايز السمك بتاع السوليد بارت قد ايه؟ 20 سم مثلا؟ 30 سم؟ خلي هنا في الاوفست في عندك وانت بترسم حاجه اسمها ايه؟ اوفست. مش انت عايز ترسم مربع جوه المربع ده بحيث ان هو يفرغ لك الحته اللي جوه ويرسم لك بس على الحدود الخارجيه كده؟ هتروح جوه الاوفست دي تخليها بالعرض بتاع السوليد بارت عشان ترسم لي جوه. ارسم اكنك بترسم على الحدود الخارجيه خالص، مالكش دعوه باللي جوه. هيقوم راسم لك على بعد نص لجوه الايه؟ لجوه البلاطه، يبقى هو اوتوماتيك راح محدد لك العرض بتاع السوليد بارت على اساس الاوفست اللي انت اديته له. واقول له انا خلصت البلاطه دي. يبقى كده رسم لك داير ما يدور بس السوليد بارت بسمك 25 سم. اقول له فلور تاني، وايدي التايب واخليها سوليد سلاب او سلاب 5 سم، مش بيبقى فوق الاعصاب بلاطه 5 سم. اقول له ايديت وخلي السمك بتاعها بخمسه من ايه؟ 5%. اقول له اوكي، وارسم بلاطه جوه السوليد بارت. يبقى انا كده رسمت السوليد بارت ورسمت بلاطه 5 سم. عايز الاعصاب، الاعصاب ما الاعصاب البيم سيستم. اقول له بيم سيستم تمام، والمسافه ما بينها بنص. لو انت وان واي هولو بلوك سلاب هيبقى الاعصاب في الاتجاه ده بس، لو انت تو واي هيبقى الاعصاب في الايه؟ في الاتجاه. اخر حاجه عايز اكرر الكلام ده في الادوار اللي فوق، فروح معلم على دول، معلم على دول كده. انت كده اخترت 6000 حاجه، اخترت كاميرات، اخترت اجسام، واخترت ليفلات، على طول على مين؟ فلتر تشيك نون، مش عايز من ده كله حاجه. انت عايز تكرر بلاطات؟ اه عايز اكرر بلاطات. عايز تكرر جريدات؟ لا مش عايز اكرر جريدات، الجريدات جاهزه. ليفلات؟ لا. بيم سيستم؟ اه. قلم؟ اه. فريمنج؟ ماشي. هيروح واخد لك الليفل ده كوبي يروح مركبه فوق 3، يبقى ساب لك كل حاجه ومسك في مين؟ في الحاجات اللي انت حددتها له. عندك هنا جوه موديفاي في حاجه اسمها كوبي، كوبي تو كليب بورد، يبقى كده هياخدها معاك كوبي. انت عايز تحط دول في انهي ليفل؟ عايز احط دول في ليفل 3 و4 و5 و6 و7، تقول له على باست الايند تو سيلكتد ليفل، يبقى الزق اللي انا اخترته لك ده على الليفلات دي. تروح معلم على ليفل 3 و4 و5 و6 وايه؟ و7، واقول له اوكي.